القاهرة. قطرة ماء تساوي حياة. صديقي، إسرافك وإهدارك للمياه يعني حرمان أبنائك من جرعة ماء. احذر، انتبه، حافظ على قطرة الماء من أجل أبنائك وأحفادك والأجيال القادمة. الإضافة التعليمية من القاهرة. في مدارسنا وشوارعنا، في بيوتنا وفي عملنا، في أخلاقنا وعبادتنا، في نفوسنا وفي كل حياتنا. يلا نبدأ صح، يلا نبدأ صح مع هالة حاتم. الكرام، اهلا بكم واهلا بالبداية الصح. تعالوا النهاردة نشوف انجازنا العلمي، تعالوا نشوف شبابنا الواعد اللي بيقدر يحقق لمصر بجد انجازات وتقدم علمي على مستوى كل المجالات. معانا النهاردة الاستاذة هبة حسن ابو نحاس، بكالوريوس علوم جامعة عين شمس، وهي دلوقتي الحقيقة بتحضر الماجستير تبع جامعة قناة السويس في تخصص دقيق احنا محتاجينه. وكمان الحقيقة استضافة النهاردة لهبة حسن أبو نحاس هو استضافة لنموذج مشرف للشباب اللي بيشتغل صح واللي بيبدأ حياته صح واللي بيكمل في مجال صح. أهلا وسهلا أستاذة هبة. وإن شاء الله قريبا نقول دكتورة هبة، لأن يعني أعتقد أن أنت دلوقتي ممكن نطلق عليكي دكتورة، لأن أنت تخصصك أصلا هو تخصص يعني محتاج دراسة، محتاج علم وتفرغ، ومحتاج حد يكون بيحب بلده عشان يقدر يعمل حاجة كويسة. صح؟ أستاذة هبة حسن أبو نحاس، يعني نتعرف الأول على تخصص حضرتك، وانتي بكالوريوس علوم، لكن طبعا كلية العلوم فيها تخصصات كتير قوي. أنا خريجة قسم حيوان كيمياء جامعة عين شمس. تمام. أما فكرت في الدراسات العليا، كنت تحديدا في مصر كنت قبلها بدرس دبلومة مايكروبيولوجي، فأعجبت جدا بالتخصص ده وحبيت إن أنا أكمل فيه. جات لي الفرصة إن أنا أكمل فيه على موضوع مهم جدا ويبقى ترند جديد في مصر وهيعمل إن شاء الله يعني فايدة كبيرة جدا هتعم علينا لو اتحقق ووصل للآخر بأمر الله لنهاية الدراسة. أنا تخصصي اسمه فيسيولوجي، أنا شغالة على كائنات حية دقيقة بتستخرج من النبات، بتدي سكندري ميتابولايت زي ما احنا بنقول، أو بتطلع مواد فعالة تقدر تستخدمها في علاج كتير الأمراض. تقصدي تحديدا مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة حضرتك زي ما هو معروف إن هي بتساعد على حماية الجسم من مخاطر السرطان والأمراض كلها. تمام. فهو ترند جديد احنا شغالين فيه. طب يعني طبيعة الكائنات الحية الدقيقة اللي انت بتدرسيها، هل دي موجودة في اي بيئة، وتصنيفها هل يعني من النباتات، من الفطريات، من ايه بالظبط؟ هي فطريات عايشة جوه النبات اسمها اندوفايت، بتعيش جوه النبات. تمام. بتاخد نفس صفات المواد الفعالة بتاعت النبات، بتنتقل اليها جيناتيكلي يعني جينيا. تمام. وبتنتج نفس المواد الفعالة اللي بينتجها النبات. اوضح، احنا لو خدنا الفطريات اللي عايشة جوه النبات دي استخلطناها ونميناها على اوساط غذائية وكترناها وابتدينا نشتغل منها المواد الفعالة، اصبح ان احنا حافظنا على النبات وخدنا المواد الفعالة بالكميات اللي احنا عايزينها من الفطر اللي هو عايش جوه النبات. تمام. وعايز اقول لحضرتك ان كل نبات على وجه الارض هو اندوفايت، اللي هو الفنجاي اللي عايش جواه. سيمبتومليس يعني ملوش اي اعراض، ملوش اي اعراض، اعراض مميضة اقصد يعني.
يعني هو فطر مسالم عايش ومتعايش مع النبات. عايش مع النبات، واخد نفس صفاته، بينتج نفس المواد الفعالة، ما بيسببلوش أي أعراض ممرضة. طيب يعني احنا استخلصنا للدواء او للعلاج اللي المفروض ان انتي شغالة عليه دلوقتي يا هبة، هيعالج يعني كتير من الامراض. هل ده جه نتيجة دراسة علمية انتي درستيها قبل كده وبالتالي انتي عايزة تطوريها، ولا نتيجة اكتشافك ملاحظتك يعني من خلال دراستك لا، للفطريات؟ هي دراسة علمية توجيهات دكتور أحمد، وأنا حبيت التريند ده، وهو أوريدي اشتغل على مواد فعالة تانية غير اللي أنا شغال عليها من الفطريات. طب انت شايفة مستقبل استخدام يعني الناتج من دراستك لخدمة المجتمع، هل في نماذج قدامك عملت شغل زي كده وتم يعني الاستفادة من هذا النتاج؟ بالفعل دكتور أحمد، عندنا في المعمل توصل لمنتجات مضادة لأنتي ألزهايمر، وطلع أنتي هيماتويد كمادة فعالة، وهي بقى يعني دلوقتي في انتظار إنها تتسوق وتتعمل كوميرشال. يعني نستفيد بيها على مستوى هي لما اقتصادي بتيجي تطلع، وتجاري. أنت عارفة حضرتك البحث العلمي في مصر يعني بيحتاج فند عالي أوي، فإحنا بنتوصل لمرحلة إن إحنا بنحدد التوكسيستي بتاعة المادة الفعالة اللي إحنا مطلعينها، وبنجربها على الفئران أو السلايم، وبعد كده بنسلم المنتج ده بقى المفروض أي شركة عالمية أو شركة مصرية تتبناه وتبتدي تسوقه على هيئة كبسولات أو مكملات غذائية، أيا يعني كان بقى المادة الفعالة اللي إحنا مستخلصينها، ويبتدي بقى ينزل السوق. هل الشغل ده هيبة موجود على مستوى العالم في بلاد تانية؟ طبعا 3090 موجود في مصر، وعلى مستوى العالم من حوالي 22 23 سنة. المرشد بتاعي ابتدى يشتغل عليه من سنة 2005 في مصر بدايته، وتوصلنا لكذا مادة فعالة، وليه أبحاث منشورة موجودة على ريسيرش جيت، وأي حد ممكن يوصل لها. وطبعا بره مصر في أبحاث كتيرة جدا على مواد فعالة كتير جدا طالعة من النباتات. طب استخدامها بقى على مستوى العالم كعلاج وكاستخدام الفطريات في انها يعني تدر ارباح اقتصادية على مستوى يعني العالمي بالنسبة للبلاد، هل ده موجود يا هبة؟ طبعا البنسلين من الفطر، البنسلين تمام اول مضاد حيوي اكتشف على وجه الارض كان بالبنسلين. تمام في الحرب العالميه الثانيه الجنود اكتشفوا ان هم لما يحطوا العيش ده قبل ما يكتشف البنسلين، مكتشف البنسلين كان في الحرب العالميه الثانيه كانوا بيحطوا العيش اللي نامي عليه الفطر على الجروح وبيؤدي الى التئامها، واشتغلنا عليه بعد كده وطلع لنا بقى في السوق، مش طب احنا بنشتغل عليه واشتغلوا عليه عالميا يعني. بالظبط، يعني احنا بنتمنى في مصر ان احنا نبدأ نشتغل على احنا حاجات خاصة اتمنى بينا. حضرتك، احنا تخيلي احنا كل مادة فعالة كنا بنستخرجها من النبات ممكن نطلعها من الاندوسايت، يعني الانتي كانسر ده بيتاخد من النبات، بيطلع مادة فعالة اسمها بايسينا الكلويد او بنتنا الكلويد. المادة الفعالة دي عشان تجيبي 3 كيلو منها بس محتاجة 1500 طن من النبات. يا خبر ابيض، الف النبات وخمسمائة طن 1500 طن من النبات عشان تواجهي احتياجات السوق وتقدري تغطيه. 1500 طن بيديكي 3 كيلو 3 كيلو من المادة الفعالة، فتتخيلي الانجاز اللي احنا ممكن نعمله لما نستخرج المادة الفعالة من فطر، مجرد ما نملاها على أوساط غذائية في المعمل عادي، وطبعا ممكن نكتره بشكل كبير جدا ونستخرج الكمية اللي احنا عايزينها وبتكلفة أقل يعني من ده. حتى النباتات. ده يا هبه هيخلينا اسالك بقى يعني الناحيه الاقتصاديه، يعني انتوا كده البحث العلمي فايدته ان هو مش بس بيكتشف يعني حاجات جديده، لكن بيقوم بدور اقتصادي في ان هو يوفر لنا المنتج طبعا العلمي طبعا اقتصاديا باسعار يعني زهيده جدا وبكميات كبيره، صح؟ وكميات كبيره زي انك تنمي فطر، طبعا دي حاجه مش مكلفه، انك تزرعي نبات ورعايه واسمده، وبيحتاج طبعا رعايه اكتر كتير من الفطريات او حتى البكتيريا، فده هيبقى مصر جدا اقتصاديا، وطبعا هتنزل منتجات او مواد فعاله في السوق المصري باسعار زهيده طبعا. وهل الانتي كانسر دوت بيستخدم على مستوى العالم ولا لسه؟ دي مادة فعالة معروفة على مستوى العالم.
فعلا في كعلاج. بنك انفلويد. طب احنا بالنسبة لنا هنا كدراسة علمية في مصر يعني احنا بنطور فيها ايه او بنعمل ايه الجديد اللي فيها؟ احنا كبحث علمي بنوصل للمرحلة اللي هي قبل الاخيرة. اللي هي احنا ادينا لكم مادة فعالة. خلاص هي استقبلنا فيها التوكسيستي عرفناها صح، استقبلنا تأثيرها على المرض المعين ده، حقنا بيها ترين او كل لاين وجابت نتيجة، وبنعمل محدد الجرعة اللي هي مش مريضة. بنوصل للمرحلة دي بنقف للأسف. للأسف ده عشان قدر احنا محتاجين تمويل مادي، محتاجين تمويل مادي، شركة تاخد المنتج ده وتبتدي تشتغل عليه. بقى حاجة اسمها الكلينيكال ترايل، بيبتدي يجهز ان هو ينزل للسوق بقى ويستخدم يعني بشكل جماهيري. يعني احنا عندنا مشكلة في تسويق أبحاثنا، مش تسويق أبحاثنا، في استكمال أبحاثنا لحد ما يطلع منتج أو مادة فعالة تتسوق كوميرشال وتتباع للأفراد الشعب كله. بالظبط. بس احنا محتاجين يعني دعم مادي، ومحتاجين معامل، ومحتاجين ماتيريال، ومحتاجين يعني دعم معنوي كمان من المجتمع كله، من الجهات والمؤسسات والشركات. يعني اعتقد ان كل شركة محتاجة انها تكون فيها مكان يعني للعلماء والباحثين العلميين، عشان خاطر انا لو عندي تجربة خاصة بان مثلا مكلف جدا جدا، يعني مكلف جدا، ان هو وفي اجهزة احنا بنضطر نبعت بره مصر عشان في اجهزة معينة لاستكمال خطوات البحث، وبترجع العينات تاني ونكمل عليها. ففعلا احنا محتاجين دعم عالي جدا. حضرتك هتدخل في البلد جدا لما يكون في دعم البحث العلمي، هتشوفي نهضة يعني غير مسبوقة. ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله يعني البحث العلمي زي ما احنا بنهتم دلوقتي بالعلوم وبالجامعات وبالدراسات العليا، اعتقد ان احنا في المستقبل حكايه ان البحث يتعمل ويبقى في الدرج، لا يتعمل ويتنشر بس حتى عالميا كنشر علمي. لا احنا محتاجين مش بس ننشر اعمالنا على مستوى العالم والعالم يكتشف العلماء اللي عندنا ويبداوا يعني ياخدوهم عندهم عشان يستفيدوا. مدام هالة بالفعل ان هم لما بنشر الابحاث بتاعتنا هم بيبتدوا يلاحظوا ايه اللي هو الابحاث الواعده، وبيبتدوا يعملوا لهم منح وبياخدوهم بره. وده طب ليه؟ مصر أولى بأولادها، ليه؟ أولى بعلمائها. ويبقى المبات مصري مثلا، أنا بتكلم عن شغلي جاي من أراضي مصرية، ليه أخلي حد تاني يستفيد وممكن أهل بلدي هم اللي يستفادوا بيها؟ ليه؟ فأنا بتمنى إن فعلا يبقى فيه تمويل كويس للبحث العلمي، فيه اهتمام أكبر ليهم في مكتبة أو جهة، بس يكون جهة مسؤولة عن كل الأبحاث بتصدر سنويا أو نصف سنة بشكل يعني دوري بشكل منتظم، وتعمل لها فلترة مين اللي يبتدي يتعمل كوميرشال، مين التجاري ويتعمل عليه كلينيكال ترايل، احنا بنتمنى يا هبه ان شاء الله يعني وقريبا جدا تكون في جهه كل الابحاث العلميه بغض النظر عن التخصص، سواء كان زراعه او طب او علوم او حيوان، كل التخصصات العلميه تجتمع مع بعض في حقيقه تجتمع. حضرتك احنا الموضوع ده اوريدي موجود، يعني انا قسم حيوان والموضوع ده اصلا موجود بره، يعني انا حضرتك سالتيني تخصص، قلت لك انا بحب المايكرو، انا خدت دبلومة مايكرو بره قسم التوتوريات وده تبع علم الحيوان، ما بتنفصلش عنه. تمام اوريدي في تعامل بيننا وبين التخصصات جميعا، يعني بدايه من نبات بنحتاج خريجين كليه زراعه احنا بنشتغل على النبات، وبعد كده مثلا خريجين طب بياخدوا يعملوا محاولات اللي هي الاكلينيكيه. فلازم الكومباينيشن بيننا احنا الثلاثه عشان نوصل للمنتج الفعال اللي هيفيد الناس بعد كده ان شاء الله. وكل تخصص ممكن يفيد التخصص التاني بشكل او باخر. طبعا يعني انا لازم اخلص النبات اللي انا واخداه، ولازم اعرف اسمه واعرف الماده الفعاله اللي بينتجها، وده بيفيدنا في ايه؟ بعرفه من خريج كليه الزراعه. بعد كده انا اشتغل عليه، طبعا شغلي هيبقى ازاي هلمي الخطوات اللي جواه واحطها على الاوساط واختبر الانزيم اللي بيطلعها، المواد الفعاله اللي بيطلعها، واطلع في الاخر الماده الفعاله. شغلي انا كفايه.
تمام. بعد كده اطلع النبض الساعات اديها الخويكه بعد ما ادورها طبعا على خيار او كلاين واشوف التوكسيستي بتاعتها او السميه بتاعتها اديها الخويكه يقدر يبتدي يشتغلها على المحاولات الطبيه الكلينيكيه اللي هي قبل ما تنزل السوق. فلازم الكومبينيشن بين احنا الثلاثه وودي ده موجود هنا. ودي في اي بحث علمي هتلاقي المشرف على الوكاله هتلاقي كذا تخصص من كذا مكان. يعني ده بقى في مصر ما فيهوش اي مشاكل يعني. احنا محتاجين بقى التمويل ومحتاجين الرعايه المعنويه ومحتاجين الوضع، وباذن الله ان شاء الله كل ده يكون موجود في القريب العاجل يا هبه، واملنا ان شاء الله ان مصر تكون ان شاء الله باذن الله. وانا كمان متفائله خير جدا بوجودكم وبوجود شباب ونماذج جميله في مصر. يعني احنا لما بننتقد بعض الشباب وننتقد استخدام التكنولوجيا بشكل سلبي، لكن في نفس الوقت بنقول لما نحب نبدا صح تعالوا نشوف النماذج الصح زي هبه حسن ابو نحاس. وهبه حسن ابو نحاس بتشتغل في تخصص دقيق، بتشتغل في بحث علمي محتاج زي ما قلنا دعم من الدولة، محتاج دعم من الشركات الكبيرة عشان خاطر نقدر نصل ببحثها العلمي اللي هي بتعمله ان احنا نستفيد منه اقتصاديا على مستوى يعني مصر كلها. هبة حسن ابو نحاس بنقول لك يا رب ان شاء الله بالتوفيق، ونيجي نحضر مناقشة الماجستير في جامعة قناة السويس قريب ان شاء الله. وربنا يوفقك ويوفق كل زمايلك، ودايما نموذج ناجح ومتفوق ورفع راسنا وحاسين بالانتصارات العلمية من خلال النماذج اللي زي كهبة. يلا نبدأ صح، يلا نبدأ صح مع هالة حاتم.